من جديد أهلا بكم في شير. القصة الأسطورية لهروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان ما زالت أصداؤها تتردد على السوشيال ميديا، وهذا بسبب الأخبار المرتبطة باستدعائه من قبل القضاء اللبناني الذي منعه من السفر وفقا لمذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها الانتربول. لكن هناك سبب آخر وضعت قصة هروب كارلوس غصن في التريند على السوشيال ميديا حتى الآن، وهذا ما سنتعرف عليه في الفيديو التالي. الطريقة التي هرب بها كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان تحولت إلى تحدي خاص يتنافس اليابانيون على تجربته ليتصدر الترند الياباني تحت هاشتاغ تحدي كارلوس غصن. مع هاشتاغ تحدي كارلوس غصن انتشرت مجموعة من الصور، صور المانجا اليابانية التي تضم إرشادات عن كيفية الهروب على طريقة غصن. الانتشار الكبير الذي حققه تحدي غصن في اليابان انتقل إلى السوشيال ميديا العالمية، وبدأ رواد تويتر حول العالم في تجربته مثل بطل الفيديو التالي. فكرة هروب كارلوس غصن في صندوق خاص بالآلات الموسيقية دفع شركة ياماها إلى إطلاق تحذير خطير لكل من يحاول تقليد غصن، وقالت الشركة إنها لن تذكر سبب التحذير الذي أطلقته على تويتر، ثم قالت إنها بهذا التحذير تحاول منع أي حادث في المستقبل، ثم دعت الجميع لعدم تجربة هذا التحدي بعد أن حققت هذه التغريدة انتشارا كبيرا على تويتر. شركة ياماها شكرت كل من تفاعل مع التحذير وقالت إن هذه الحقائب صنعت خصيصا للآلات الموسيقية فقط وليس لأي غرض آخر. الجانب الكوميدي من قصة هروب كارلوس غصن لا يقلل من أهمية هذه القضية التي تحمل الكثير من علامات الاستفهام، ففي كل يوم تظهر تفصيلة جديدة في وكالة الأناضول التركية. مثلا نشرت فيديو لشخصين، أحدهما لبناني والآخر أمريكي، وقالت إنهما ساعدا غصن على الهروب، وهذا بالإضافة إلى أن القضاء التركي حكم على 5 أشخاص بالسجن في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة بتهمة تهريب مهاجرين.